مبارك العثماني رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان. الهيئة كتنظم اليوم مائدة مستديرة حول موضوع كنشوفوا على في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان أنه موضوع مهم جدا، موضوع جديد اللي كيتحدث عن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان. فبشراكة مع المؤسسة فريدريتش إيبيرت لم نتأخر في إثارة هذا الموضوع وتسليط الضوء عليه من خلال مداخلات ديال مجموعة ديال الخبراء والخبيرات. يعني في الحقيقة الإثارة ديال هذا الموضوع الآن هو آني، لأنه من جهة فهو موضوع له إيجابيات لأنه يهم الحياة اليومية للمواطنين، وأيضا يساعد على التنمية، ولكن له سلبيات أخرى بدون شك فالخبراء والخبيرات غادي يثيروها، منها أنها يعني كنحاولوا من خلال هذه التوصيات أننا نحاولوا بالنسبة للخلاصات أنها تحمي المواطن، تحمي الحرية ديال التعبير، تحمي الحياة الخاصة ديال المواطنين، وبالتالي لابد من قوانين وقواعد قانونية اللي خصها تحمي المواطن من هذا العلم الجديد اللي في الحقيقة راه واخا يهتموا بالتقنية، ولكن فأيضا له هذه السلبيات هذه اللي نحاولوا باش غادي نتجنبوها. أمين أبو غالبي، موسيقى البرامج مؤسسة فريدريش إيبيرت الألمانية. في هذا اللقاء غادي نناقشوا الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، بحكم أنه احنا في المؤسسة كنعتبروا أن انطلاقا من يعني التقارير ديال المجلس هذا المجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة وأيضا الجمعية العامة المتحدة اللي كتعتبر أن أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطوير ديالها بدون مراعاة حقوق الإنسان هو ما غاديش يساهم في يعني في تحقيق أهداف التنمية، وبالتالي في هذا اللقاء كنحاولوا أنه نجيبوا الخبراء والمتخصصين في المجال باش انهم يعطيو حلول، يعطيو تشخيص يعني للانعكاسات ديال الذكاء الاصطناعي، سواء يعني النظم اللي كتطورها الشركات او الدول والعواقب ديالها على البيانات الشخصيه والمعطيات الشخصيه ديال الاشخاص اذا لم يتم احترام مجموعه من المعايير والمبادئ. وبالتالي في الخلاصات او في التوصيات كنحاولوا ناخذوا بعين الاعتبار تجربه الخبراء من اجل يعني تقديمها للمسؤولين لي يعني في المستقبل العمل على وضع قوانين ومؤسسات اللي غادي تحاول تنظم هذا المجال. نبيل بحار، المدير التنفيذي للهيئه المغربيه لحقوق الانسان. اليوم الهيئة المغربية لحقوق الإنسان كتنظم يوم دراسي بشراكة مع منظمة فريدريش إيبيرت ستيفسونغ حول الذكاء الصناعي وحقوق الإنسان. هذا أول لقاء غادي ندارج ضمن مشروع غيمتد لمدة 3 سنوات، واللي من خلاله استدعينا مجموعة من الخبراء والباحثين والأكاديميين المختصين في مجال الذكاء الصناعي وحقوق الإنسان باش نقدروا ندرسوا ولا نشخصوا هذا الموضوع هذا من الزوايا بجوج، الجانب الإيجابي ديالو نتمنوه، والجانب ربما اللي كنسميوه كيخلق آثار على حقوق الإنسان كسوا حقوق اقتصادية واجتماعية وحقوق مدنية وسياسية، باش نشوفوا فيما بعد واش كاينين قوانين مثلا اللي كتنظم هاد المواضيع اللي عندها علاقه بالذكاء الصناعي غادي نترافعوا على انها تغير باش تحمي اكثر حقوق الانسان، الا ما كانوش قوانين واش غادي نترافعوا على ان هاد القوانين خصها تكون، واش غادي نخدموا على رونفورسمون دو كاباسيتي ولا غادي نخدموا على سونسيبيليزاسيون. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال هذا اليوم الدراسي باش نجاوب على هاد الاسئله هادو. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.